أول مرة. تعريف العولمة هي عملية تحويل جميع الظواهر محلية كانت أو إقليمية إلى ظواهر عالمية، وتعزيز الترابط بين الشعوب في شتى أنحاء العالم من أجل توحيد الجهود وقيادتها نحو الأفضل على جميع المستويات. سوق مفتوح وشامل للعالم بكافة القطاعات لاستهلاك واحدة. 2- تجانس العالم القائم على التعداد والتنوع من خلال تغيير طرقات ومستويات المعيشة. 3- الارتقاء بجودة الحياة والاختلاء الأحقاد بين الناس. 4- السعي إلى تحقيق الأمن والتعاون الجماعي والقضاء على التوتر والقلق. 5- تحقيق الإحساس العالم بالإنسانية وإزالة جميع أشكال التعصب والتمييز. 6- بعث رؤى جديدة لدعم طموحات البشر حتى وإن اختلفت أجناسهم وشعوبهم. 7- إيجاد لغة اصطلاحية واحدة للعالم يتم استخدام في مختلف مجالات الحياة. أشكال العولمة: العولمة الاقتصادية والعولمة الثقافية والعولمة السياسية والعولمة التقنية. إيجابيات العولمة: انخفاض الأسعار، وفرات اقتصاديات كبيرة، زيادة الاستثمار العالمي، حرية التنقل العمالة، تقليص عدم المساواة على الصعيد العالمي. سلبيات العولمة: البطالة الهيكلية، التكاليف البيئية، التنافس الضريبي وتجنبه، هجرة الأدمغة من بعض البلدان، تنوع ثقافي أقل.